وعندنا هيا. هيا طبعا سمعنا ان كان في اجواء كثير يعني كثير حلوه في زامبيا وحماسيه، وانت ما شاء الله يعني صايره جريئه في سفراتك وتروحين وما يهمك يعني مع الحيوانات المفترسه. اي شيء مع الحيوانات انا مستعده. بس طبعا ما تخافين انه شويه الحيوانات المفترسه ممكن الواحد يخاف يقرب منها؟ في خوف بالاول صحيح، بس اول ما تكوني حواليهم وتشوفي اذا انت رايقه هن بضلوا رايقين خلاص. ما في واحنا نقول انه الوحيد القرن هو يعني هو نوعا ما اذا عرفت تتعامل معاه من خلال المدرب هو هادئ. على فكره حيوان هادئ اذا ما بحس انك جاي، اذا ما حس بالخطر. صحيح. فلنشوف هلا حتشوفوا كيف قربنا علي لوحيد القرن بتقريرنا الجزء الثاني من زامبيا. اليوم نهارنا عم يبدأ بكير كتير لزيارة الحيوانات في بيتهم على قول مرافقنا فرانسيس. الساعة 7 صباحاً ودرجة الحرارة 9 وناطرين نشوف الحيوانات في المحمية. محمية موسي وتونيا هي ثاني أصغر محمية بزامبيا ومعروفة للوايت راينوسيروس وحيد القرن الأبيض، اللي هو من أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض بأفريقيا. فنتأمل إنه نشوفهم اليوم. من القوانين بهذا السفاري إنه نضل بالسيارة، بس صرنا عم نسوق بالمحمية حوالي 3 ساعات وما عم نشوف كتير حيوانات، وهالشي ما فيكم تتنبؤوه يعني قديه حتشوفوا حيوانات. بس فقرر الجايد إنه ياخدنا على منطقة نلتقي مع رينجرز الموجودين بالمحمية اللي هن بيراقبوا الحيوانات وتحركاتهم، وياخدونا نجرب نشوف وحيد القرن. بس حنعمل هالشي ماشي برا السيارة فتنشوف. المغامرات بتبدأ هلأ. وحيد القرن الأبيض من أكثر الحيوانات المستهدفة بالصيد، لأنه الناس بتعتقد أنه قرونه ممكن تشفي من أمراض معينة أو تجلب الحظ في بعض الثقافات الآسيوية، حتى أنه بعض الصيادين بيأكلوا لحمه. وحيد القرن يعتبر حيوان هادئ، بيتغذى على الأعشاب وبحب الروتين، وهالتجربة عن جد عوضت عن ساعات البحث والانتظار، لأنه مشينا على بعد أقل من 15 متر من هذا الحيوان الفريد من نوعه. من الشغلات المعروفة عن السفاري أنه لازم الواحد يروح بكير عشان يقدر يشوف الحيوانات، بس تجربة اليوم علمتني أنه الموضوع بيعتمد كمان على درجات الحرارة، فإذا كانت برد مثل ما صار معنا ما رح يطلعوا الحيوانات وما رح تقدروا تشوفوهم. وبما أنه ما عشنا لسه تجربة السفاري اللي عم ندور عليها، قررنا نروح سفاري تاني لكن هاي المرة بالقارب. سفاري كروز من النشاطات اللي لازم تعملوها، بياخدوكم بزامبيزي ريفر وبتشوفوا الحيوانات ببيئتها الطبيعية. محمية نهر زامبيزي بيعيش فيها عدد كبير من الحيوانات، منها فرس النهر، تمساح النيل، طيور بمختلف أنواعها، بجع، زرافات، فيلة، وأسماك موجودة حصراً بنهر زامبيزي. الهيبوبوتامس بيجتمعوا بمجموعة بسموها بود أو سكول، مدرسة، وهن عادةً بتلاقيهم بمجموعة من 5 ل30 هيبوز، ولازم دايماً يكون في واحد مسؤول عنهم اللي هو أقوى رجل بالمجموعة. وكمان معلومات عنهم إنهم بيقعدوا من 3 ل6 دقايق تحت المي وبعدين بيطلعوا ليأخذوا نفس،
فهلا هن عم بتشمسوا وهن نباتية فما بياكلوا لا لحوم ولا أسماك بس شجر ونباتات. وزي ما بيقولوا ختامها عن جد كان مسك مع هاي اللحظات اللي بعتبرها من أجمل صدف الطبيعة لأنه قدرنا نشوف الفيلة وغيرها من الحيوانات ببيئتهم الطبيعية وبكامل حريتهم ومش محبوسين بأقفاص أو عم بيحاولوا يمتعونا مجرد وجودهم في مكانهم الطبيعي بكفي وبتمنى إنه نحن كنا زوار خفيفين عليهم. اليوم ثالث يوم إلنا برويال ليفينغستون أنانتارا وأنا كل يوم بس نخلص تصوير ونرجع على الفندق بيجي بقعد هون قبل ما أروح على الغرفة خصوصاً وقت غروب الشمس بيعملوا لكم هاي تي وبيجوا حيوانات مبارح إجا زيبرا فيل وسعدان بالآخر إجا أخذ من الأكل فتنشوف اليوم أنو حيوانات حيجي يزورونا. هالجولة بليفينغستون والرحلة بزامبيا إجمالاً بتذكركم قديش الطبيعة حلوة مش بس حوالينا لكن جواتنا بعيد عن المدينة وأصواتها الصاخبة هون بتقدروا تتنفسوا وتعيدوا التواصل مع كائنات تانية ومع حالكم وقديش نحنا كبشر نحمل مسؤولية لنحاول قد ما منقدر نأمن لهم حياة آمنة ليعيشوا معنا بسلام ومش تحت رحمتنا. ما شاء الله هي ما بقى شيء بزامبيا ما سويتي والمكان لسه مرة حلو لسه بعد في جزء ثالث في كمان جزء ثالث الأسبوع الجاي أحس هذا المكان هو علاج للروح يعني علاج وتغذية أنه تجلسين مع نفسك فعلا تجلس مع نفسك جلسة حقيقية أنه ما في ما في أي أشياء تشغلك عن أنه تشوف الطبيعة. إلى أي مدى هذا يعني القرب من الطبيعة ومن حيوانات يعني نشوفهم لأول مرة بالعين المجردة حلو ويغير من الإنسان صح بس لأي متى شو قصدك لأي متى يعني إلى مو إلى أي متى إلى أي مدى إنه هذا الشيء يعني يطلع مكنون الإنسان وإنه يصير يحب إنه هو يكون عنده اتصال مع الطبيعة سواء يعني الحيوانات أو الأمور الثانية يعني أنا بعد هاي الرحلة كمان قلت لازم يصير في حملة جديدة إنه نمنع الزوز خلاص الزو حديقة الحيوانات يتسكروا لأنه هاي هي الطريقة نشوف الحيوانات فيها بطبيعتهم بدون ما نزعجهم وشوفوا قد ايه جميل كان انه نعم. يعني ما كان في اي شعور انه رح ياذونا او احنا عم ناذيهم ف يعني شعور. وبعدين في معلومه حلوه تعلمتها بهذا السفاري عن وحيد القرن الابيض مثل ما شفتوا بالتقرير لونه مش ابيض نعم صحيح بس الاسم بيجي من كلمه افريقيه اللي هي وايد يعني عريض لأنه فمه عريض الإنجليزية أيوة لا أفريقية هي يعني بالأفريقي بس هم يعني خذوهم بالبداية المترجمين أو ترجمة خاطئة هي ترجمة خطأ بالترجمة فصارت تتسمى وايت فمن هيك إجا هالاسم وش استفدت من والنوع التجارب يا هي يعني حس السفرات هذه أعطتك كذا شيء من الداخل تقدرين تقولينه للناس صحيح. فالأسبوع الجاي حيكون الجزء الثالث من زامبيا إن شاء الله. وفي مفاجأة كثير متحمسة أفرجيكم إياها بالجزء الثالث. تمشين مع أسد ولا ماشي مع أسد لا لا خلاص الحين هيا من جد ناس